ثم مات عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فجاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوهبه قميصه ليكفن فيه أباه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: آذني أصلي عليه. فآذنه، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له وسأزيده على 70. فقال عمر: إنه منافق يا رسول الله. ولكن رغم ذلك صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل ربنا سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وروى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: وثبت إليه. فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال عمر: أعدد عليه أقواله التي قال. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. قال عمر: فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاكترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه وما أوصله وما أكرمه. أسأل ربنا سبحانه ألا يحرمنا شفاعته. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم.